أولا التحضيرات بدأت يعني منذ مدة، وإحنا الآن في اللمسات الأخيرة، وإحنا بدينا استقبال الوفود اللي راه يجي من مختلف الدول الإفريقية وصولا إلى الموعد الافتتاح يوم 13 جونفي. اللمسات الأخيرة إحنا بها يعني الآن بعض الوفود اللي راه تجي تقوم بالتربصات تاعها هنا في الجزائر تحضيرا لهذا الموعد القاري. الجانب التحضيري يعني كله تم، يعني سواء على مستوى الهياكل الرياضية، على مستوى الفنادق، على مستوى المؤسسات الصحية، على مستوى النقل، كل الأمور يعني جاهزة والحمد لله بإشراف الاتحاد الجزائري لكرة القدم واللجنة المحلية المكلفة بالتنظيم. هي العملية تسير يعني بوتيرة جيدة، يعني بيع التذاكر يتم على مستوى المنصة الإلكترونية اللي هي مفتوحة متاحة للجميع أينما كانوا. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اشترط سحب يعني التذاكر الإلكترونية على أوراق يعني مؤمنة. الأمر هذا يعني فرض علينا باش تكون هناك نقاط بيع على مستوى الأربع ولايات موجود فيها نقاط سحب للتذاكر، يعني يقوم يعني جدونا ان اكزومبل واحد يقوم بالحجز على مستوى تمراست ولا بشار، كي يجي لهنا للعاصمة لجورجي ولا نهار يعني قبل ذلك يقوم بسحب التذكرة نتاعو اللي تكون بورق على ورق مؤمن تجنبا لأي يعني تزوير ولا أي شيء من هذا القبيل. احنا على مستوانا كقطاع شباب الرياضة كنا نكتفيو بالتذاكر الإلكترونية على مستوى ملاعبنا، حتى في على مستوى كي درنا التجربة تاع ألعاب البحر المتوسط، ولكن هذه اشتراطات داخلة في دفتر الشروط اللي فرضه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وإحنا كنا يعني تعهدنا باحترام هذا دفتر الشروط. قمنا بفتح نقاط البيع، العملية تمشي بوتيرة جيدة. فتحنا البيع بالنسبة للدور الأول على مستوى 24 مقابلة، نلاحظوا بلي هناك يعني إقبال كبير على المقابلة الافتتاحية وعلى حفل الافتتاح، وهناك بداية الحجز في المقابلات الأخرى. هذا الأمر يعني يوحي أنه هذه الثقافة نتاع البيع عن طريق المنصة الإلكترونية هناك إقبال للجزائريين على اقتناء التذاكر الإلكترونية. هو لازم تعرفوا برك باللي الحدث لا يعني وزارة الشباب والرياضة فقط، هذا حدث وطني ويعني من حيث التنظيم، وهو حدث قاري من حيث البعد والانتساب تاعو للاتحاد القاري. هناك برنامج يعني ثري جدا بالتنسيق مع القطاعات الأخرى، وزارة الثقافة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية. هذه البرامج يشرف عليها الولات على مستوى الولايات المعنية من أجل يعني وضع الكثير من المسارات السياحية، الكثير من المزارات، أيضا الكثير من المعارض الخاصة بالصناعات التقليدية، الكثير أيضا من الحفلات والمهرجانات الثقافية التي ستنظم على هامش هذه المباريات. هناك برنامج قوي راح يكون على مستوى كل الولايات المعنية بالتظاهر. والله احنا انت تعرف باللي الجمهور الجزائري يعني شغوف بكرة القدم، وشغوف يعني لأنه عندنا مدة طويلة لم تنظم، يعني آخر تنظيم لكأس إفريقيا مشابهة كان في التسعين، يعني لا كان 90، يعني دوبوي 35 ما تنظمش يعني هذه الكأس 35 اللي راح تنظم هنا في يعني اللي طلبنا باش تنظم في 2025. معنى ذلك عندنا 32 ما كانش حاجة بالحجم هذا. هناك كرة القدم هي يعني تجذب الجمهور وهناك شغف كبير، هناك أيضا دعوة للجماهير باش تكون حاضرة، لأنه هذا الأمر يدخل في العمل الترويجي وفي أنه نبعث رسالة للقارة الإفريقية، رسالة للهيئات الدولية أنه الجزائر من الدول الأكثر حبا ومتابعة لكرة القدم. وأنا كان الإخوة القطريين كان يعني
رغم يعني بيقول نهنيهم على النجاح الباهر في تنظيم كأس العالم، ولكن تأسفوا كثيرا لغياب الجمهور الجزائري، لغياب الفريق الوطني، لأنه يعرفوا باللي عندما يحضر الفريق بليتو الجمهور الجزائري يحدث الفارق في المدرجات. الجمهور الجزائري، اولا عندي ثقه في الجمهور الجزائري، وعلى بالي باللي جمهور متابع ومحب لكره القدم. احنا هذه مناسبه لينا بالنسبه للجزائر باش تكون عندنا يعني رساله نوجهها للشعوب الاخرى، نوجهها للدول الاخرى، نوجهها للهيئات الدوليه، انه الجزائر في مقدورها اولا انها تنظم من خلال احترافيتها في التنظيم، من خلال جاهزيتها في الهياكل الرياضيه، ولكن ايضا من خلال اللي هو اهم جمهورها المضياف اللي يتمتع بالروح الرياضيه، اللي يقبل الاخر واللي يدعم كره القدم، من اجل اعطاء رساله انه نحترموا كل الضيوف مهما كانوا اللي يكونوا موجودين عندنا في الجزائر، بما انهم قبلنا انهم يكونوا ضيوفنا، نحترموا الاناشيد الوطنيه للدول اللي راح تكون موجوده، ونقدموا رساله قويه انه الجزائر في امكانها من خلال جمهورها احتضان اي مستوى من التظاهرات الرياضيه الدوليه.